يا اخي بالحق الواحد مضطر ينافق في حياته الاجتماعية. كيف فارغ؟ علاش مش ينافق انسان؟ من اعز حاجة يكون انسان الصراحة، وعلاش نفاق؟ اكره حاجة هي النفاق. هذا لا لا مش مضطر في الوقت هذا بالمجد، المجد يلزم ينافق. مضطر في حالات تجم تنافق، وتو لا وجه سوق مش تنافق، لازمك تنافق باش تجم تعيش. لا لا ماهوش مضطر، نجم يقول الحقيقة سواء مش بشرطه. كوشي كي يكون هو عنده قناعات اللي لازمته ينافق باش يكذب على العباد، هيك علاش؟ لا ماهوش مضطر، بالعكس النفاق صفة مشومة، مش الواحد مضطر باش ينجم يعيش بها. بريسك الشعب كله ولا منافق تو، معناها مش كيستيون يضطر ولا ما يضطرش، مي العباد ولات اوبليجي باش تنافق. ايه مش مضطر باش ينافق، علاش؟ بور كي ريزون؟ لكن عندك دي برينسيب كونتر النفاق، بور كي ريزون توفق انت؟ مش معقول، ما عليه يكون صريح مع روحه ومع المجتمع. مش مضطر باش ينافق في حياته، اما الفلوس هي اللي تخليك باش هي تخلي الواحد باش ينافق في حياته، الجري ورا الفلوس ورا الماديات. شنو موقفك من واحد يتعامل معك بالنفاق؟ بالنسبه لي اللي كينفق فيها اللي هو ينافق فيها ما عادش نحكي معاه. ما نعاشروش. انسان يتيح من عيني وما عادش نخزر له حتى بعين الاعتبار بالكل. موقف مابقيش نقابله. مابقيش قابله بالكل. اللي نفق نفق معه. يمكن حتى عشت معه مده معينه ما تجمش بعد تكمل معه. تنفر منه سي نورمال بالطبيعه. نقطع علاقتي بيه، نبعد عليه، ما عادش نتواصل معه. ما عادش باش نحكي معاه، ما عادش باش ندور بيه. عندي انا ما عادش في حياتي هيك الانسان، فهمت؟ والله يحاول يتحاشى كل انسان يتعامل بالنفاق، لكن بعض المرات الظروف تخليك ناس يخدموا معاك ولا يعيشوا معاك باش تنجم تطلع غالب. مضطر باش يعيشوا معك، مش انت ما المفروض عليك العيش يكون هما معك. المفيد انت ما تنفقش ماكش في ليزوتر، فهمت؟ يفو اكسبتي كلوتر سوا ديفيرون دو فو. مستحسن ما نتعاملش معاه، انا ما نحاولش باش نتعامل معاه. كارثه كبرى، ما تعملش مع انسان يتعامل ينافق. تعرفش ايش قال الدين في النفاق والمنافقين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم معناتها المنافق، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان. كما يقولون المنافقين في أسفل السافلين. المنافقين في أسفل السافلين. ما استحضرش. الآية ما نستحضرهاش. لا لا ما نعرفش. والله ما نستحضرش بالكذب ده، أما نورمالمون شبه المنافقين بالشياطين. هم في الدرك الأسفل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقين في الدرك الأسفل. دين ينهي على النفاق، ينهي على الكذب، وينهي على الحرام والفحشاء والمنكر.